وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيه تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم ان جذوره الراسخه في ارض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل باراده صلبه وعزيمه راسخه. واضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنمويه في سوهاج انه يشعر بالفخر بالانجازات التي تتحقق وتحقق الحلم الحلم الكبير للوطن. واود ان اغتنم هذه الفرصه الطيبه كي اتوجه بتحيه تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم ذلك الشعب الابي الكريم الذي يثبت كل يوم ان جذوره الراسخه في ارض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل باراده صلبه وعزيمه راسخه السيدات والساده اهلنا الكرام في صعيدنا الطيب ان الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معا تلك الانجازات تتحقق والحلم الكبير لوطننا قد بدات ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الارض وقد كانت هذه الانجازات ممتده جغرافيا ومتكامله قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعه بسواعد مصريه قويه وقادره على احاله الحلم لحقيقه وصناعه الامل بالعمل